Hilde. Sie war wie Song. Sonja. Leia, please take care of yourself. And you say till final, I always support you, sing an English song, please, from Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan, ميرسي كتير. عم بهتم فيي ما دونت وري. و ان شاء الله للفاينل رح اشتغل على حالي تاوصل و سينج سونغ. نيفر مايند اي فايند رح غني someone like you لأنه بموت فيها وكن بدي غنية للنوميني بس نقيت غير غنية فرح غنية. Never mind I find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Merci Siva, Nuha and Leia. Nuha كتبت اسمك على الحي تذكرتك حبيبي. لك انا ما كنت اقرا انا ليش ليه بعرف بس غريب ليش ليه مش عم تقرا ليه. ميرسي اني كتبت اسمي على الحياه حياتي. ما نسيتي بحبك يا احلى صبيه مرت بتاريخ ستار اكاديمي وغني لي شيء انت وإليه وكلكم ايد واحده. كلنا ايد واحده اكيد اكيد ايد واحده. وكنت عم بقول لك انه تذكرتك واكيد كتبت اسمك دغري انا بس قلتي لي كتبت اسمك وتكرمي تكرم عيونك. انتوا بس طلبوا يعني تعبتك انا بموت فيكم واذا ما بعرفكم يعني بموت فيكم وراح غني شيء مع الي. شو بدك شيء بعرفه لا بدي عربي شو بقول لا كثير عربي العربي شو بدي عربي هيدي اللي راح تغنيها على البرايم. أيوة. بس هيدا الباساج اللي بعرفه. كانوا يا حبيبي تلجوا صهيل وخيل مارق عباب الليل مارق عباب الليل وكانت أصوات تاخدنا مشوار صوب المدى والنار صوب المدى والنار. حلفتك يا حبيبي لا تنسى يا حبيبي لما بتسمع هالغني فكر فيا يا حبيبي. I love, merci. ملك الرحمن أنا كتير بحبك ليا ونحن في الجزائر أكيد رح ندعمك ونصوت لإلك وغني غني لكنزة أغنية وركزي في البرايم و شو؟ ولعيها بالبرايم. شو قال أول شيء؟ إنه أنا كتير بحبك ليا ونحن بالجزائر كلنا رح ندعمك ونصوت لك. مرسي. بدي سلم على كنوز ديجا هديك ساعة سلمت علي على الكاميرا وكل يوم يعني اشتقت لها كتير ورغنية بس هالبارتي اللي رغنية على البرايم لأنه كنت كتير تحب هالغنية. Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, il me fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide. Tourner dans le vide, il me fait tourner. Kanouz, on t'aime trop. Ou merci, Malak al-Rahman. ليا مخول فانز. ليا مخول انت رمز الجمال ورمز الاخلاق ورمز الابداع حبيب. ما تخافي شو من شيء جمهورك كله معك ورح يرجعك واللقب ان شاء الله لإلك. حياتي ميرسي للحكي الحلو. مثل ما كومون دي انه مثل ما
كومسي بريفيو رح يصير يعني مثل ما مكتوب رح يصير يعني. وانا اصلا شو ما يصير ما رح ازعل، مضل اقول نفس الحكي بس انه شو ما يصير ما رح ازعل لانه وصلت ديجا فتت على الاكاديمي هذا حلم، وتاني شيء وصلت على مطرح كتير حلو وتعلمت كتير كتير، فما رح ازعل وان شاء الله يعني ان شاء الله خير. وميرسي كتير لهول الكاتب الحلم لاما Léa, je t'aime beaucoup et je ferai n'importe quoi juste pour voir ton beau sourire. Tu vas revenir, fais-moi confiance. Merci Lama. Je t'aime encore plus. Et tu vas toujours voir mon sourire, ne t'inquiète pas, parce que je vais beaucoup mieux. Lama, je t'aime beaucoup et je vais faire le possible pour que tu te retrouves avec Basmita, Léa. وراح ترجع انه تتوثق فيهم لانه راجع ان شاء الله انه que ce soit Ellie ou moi c'est la même comme j'ai déjà dit انا Ellie id وحده ou même plus يعني tout le monde sait maintenant donc voilà merci Lama Lily Léa être nominée n'est pas la fin du monde tu nous as prouvé que tu es une star pas comme les autres la tezale habib petit bisou merci Lily c'est sûr ce n'est pas la fin du monde en tout le واحد بس يكون نوميني مش اخر دنيا يعني و je sais pas comment traduire la suite عم تقول انه انت اثبتتي عكس غيرك انه انت ستار وما تزعلي وما زعلانه مثل ما قلتكم واكثر شيء زعلانه لانه نوميني اول مره ومع الي دودو ليا شو بيعني لك إلي إليا وغني له شيء يعبر عن إحساسك تجاهه حلو السؤال بفتكر إنه كلكم عارفين إنه إلي إلي très important pour moi إلي كتير مهم لإلي ما بعرف ترجم شو بعمل إلي قالت إلي إلي كتير مهم لإلي أنا فتت بالأكاديمي pour un objectif لسبب واحد إنه لهدف واحد pour réaliser mon rêve بس لقيت هون un trésor لقيت بس هون لقيت كنز اللي هو إلي و ou يعني à partir de maintenant هو انه il fait partie de ma vie ومن ابتداء من هلا صار جزء من حياتي فوالا هذا اللي بيه وراح غني له شيء اسمع شو راح غني لك شو غني تبع فيروز انا اوكي اسمعوا دقيقه لا ما هي يلا رغن أنا لا حبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا تسألي لا يتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي مرسي داليا دورين حبيبي داليا هاي ليا زعلت لأنه أنت وإلي نوميني أكتر وأكتر شخصين بحبكم بالأكاديمية وما كنت أتمنى هالشي يصير الله يوفقك قولي اسمي على صوت عائلة داليا 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 I love you حياتي. Thank you Daria. وإذا أنت زعلانة تخيلي أنا وتخيلي هو. لا عن جد إنه الموقف كتير بشع. بس إنه بعد في تو ويكس وبيخلص بتخلص الأكاديمية. إذا كنت هيدا الشيء صار من شهرين كان أصعب لأنه لازم ننطر تنرجع نشوف بعض بس إنه هلا رح يخلص البرنامج ف. ما تزعلي ومثل ما عربي الله بيريد هيك بنقول مثل ما الله بيريد ايوه بحكي عربي خلص الياس نمر ميرسي داليا الياس
Nemer, je connais son nom. La France et le Liban sont avec toi, notre princesse. Ne baisse jamais la tête, sinon ta couronne illuminée va tomber. Merci Elias, c'est trop beau. I love. Mais là, en France ou au Liban, ma بهم كون تعرفوا. ما. خلاص يلا. فرنسا ولبنان هن مع لليا لملكتهم يعني. ما توطي راسك ابدا والا اذا وطيتي راسك بيوقع التاج على راسك المضوى. ميرسي اليا سي ترو ترو بو. Et je ne baisse jamais les bras, je ne baisse jamais la tête, je ne baisse jamais rien. اكيد للاخر راح شد حالي. وحتى إذا بفل هيك بكون مرتاحة براسي إنه عطيت الماكسيموم للآخر وهيدا أهم شيء وميرسي لهيدا ميرسي بور سي بو مو أحمد عمر ليا وي لاف يو سو وي لاف يو سو يو ار ستار يو ويل شاين إن ذا سكاي فور إيفر بليز رايت ماي نيم أون ذا وول أند سينج أليشيا كيز أند سينج تو أليشيا كيز أحمد Some عمر. People want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby. If I got you, baby. Some people want diamond rings. Some just want everything, but everything means nothing. If I got you. وأكيد رح أكتب اسمك على الحائط. حدا عنده قلم؟ أحمد عمر. خلص حيط أنا بحفظ لك. اسمه إيه؟ اسمه أنا. نفسي كتير إنه عم ت. يلا. ليه؟ ما تعصب. عم تشوفوا كل شيء معه. هلا بوقت السوشيال ميديا طبعاً عملي مثله. أكيد رح نام أصلاً. أنا عندي السوشيال ميديا بهالوقت. بقولك إيه؟ أحمد عمر. ليه؟ قلت لك ما تقومش دلوقتي، قلت لي لا. هي متضايقة مني؟ أكيد. ليه؟ قلت لك ما تقوم هلا. ليه؟ مفجوع الولد مفجوع. بيحك دايما. ليا tous les Algériens sont avec toi أكيد راجعة chante moi c'est chelou de Zao oh my god quelqu'un qui me demande de chanter Zao je l'aime trop d'ailleurs si elle me regarde Zao حيدة si elle me regarde un grand bisou زاو عم تقول انه كل الجزائريه كل الجزائريه مع واكيد راجعه كل الجزائريه C'est quoi ces manières de t'appeler bébé? Tu diras cet aspect que je vais la taper, c'est chelou. J'aime trop cette chanson. D'ailleurs, elle est trop forte, Zao. Merci, Bihak Daiman. Hassan Zafel Algérie. Merci beaucoup. J'ai souvent des messages des Algériens et ça me fait beaucoup plaisir. Merci à tous. Ou Inch'Allah, yani, on verra. On verra. ليا مخول حبيبتي ليا يا ملكتنا واحلى شيء صار بستار اك حياتي لا تخافي وركزي منيح وتدربي وخلي الباقي علينا والله مولعينا لعيونك ميرسي بوكو ميرسي كثير لهيدا الحكي واكيد مثل ما عم بقول انه للاخر رح ركز واعطي الماكسيموم وان شاء الله هيدا البرايم يكون حلو ان شاء الله وميرسي مينا سامي حياتي ليوش راجعة بإذن الله مولعينها عشانك برا ثقي فينا ما تولعوها كتير إنه شوي شوي بحس مرسي 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 للكل بتعقدوا I love you كلكم وإن شاء الله خير خلاص Thank you social media وإذا خلص بدي أقول مرسي كتير للسوشيال ميديا أكيد